350 مليون شيكل من ميزانية الدولة رح يضمنوا الأمن الغذائي للأسر المحتاجة بإسرائيل. بس من وين يجيبوا المصاري؟ يعني يأخذوا من شي محل ويكرسوهم لحل المشكلة. 19 مليار شيكل، هاي تكلفة الطعام اللي بنزت هون كل سنة. لا بس هاي مش 350 مليون، من 19 مليار هدول 6.4 مليار قيمة الطعام قابل للإنقاذ، يعني صالح للاستهلاك. بس كمان هاي مش 350 مليون. أوكي، انتخابات بتكلف شي 1.5 مليار، ميزانية تمويل الأحزاب كمان شي 200 مليون. بس كمان هاي مش 350 مليون شيكل، مش عم أقدر ألاقي الرقم الدقيق 350 مليون. أوكي، خليهم جوعانين. بشي مرحلة شي حد رح يقدر يلاقي 350 مليون؟ ها؟ صار في خطة جاهزة؟ 350 مليون شيكل من ميزانية الدولة رح يضمنوا الأمن الغذائي للأسر المحتاجة بإسرائيل. المرشحات والمرشحون للكنيست، اوعدوا ووقوفوا.